في مطلع عام 2022 كانت الحدود بين روسيا وأوكرانيا في أعلى درجات التوتر. حشود عسكرية روسية متزايدة وتدريبات بالذخيرة الحية وتزايد ملحوظ في عدد القوات التي اتخذت مواقع قتالية. كل تلك التحركات كانت تدفع بوكالات الاستخبارات لتقييم واحد، أن روسيا تستعد للحرب. لكن المسؤولين الروس كانوا ينفون باستمرار أن ما يجري هو استعداد لخوض حرب ضد أوكرانيا. لكن النفي الروسي لم يكن مقنعا، فتقارير الاستخبارات الغربية كانت ترصد مزيدا من الشواهد على أن القادمة هو حرب شاملة. نشرت روسيا أخبارا عن انسحاب بعض قواتها المحتشدة عند الحدود مع أوكرانيا للإيهام بأن التواجد هناك كان لغرض التدريب العسكري. لكن في تلك المرحلة كانت الاستخبارات الأمريكية تخرج بمعلومات قاطعة عن أن قرار الحرب قد اتخذ بالفعل في موسكو. You know, look, we have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, the coming days. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. في 24 من فبراير بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا لتكشف للعالم أن ما جرى قبلها كانت حربا من نوع آخر بين أجهزة الاستخبارات، وهي حرب جعلت العالم يعيش أياما من عدم اليقين مع تضارب التقديرات الاستخباراتية، والتي جعلت حتى المسؤولين في أوكرانيا غير متأكدين ما إذا كانت روسيا قررت شن الحرب أم لا. على عكس الشائع، لا تملك الدول الكبرى جهازا واحدا للاستخبارات، بل عدة أجهزة تتولى مهامها داخليا أو خارجيا، وروسيا هي من أقدم الدول في العمل الاستخباري. فلدى روسيا جهاز مخابرات عسكرية منذ أكثر من 200 عام، تحديدا منذ إنشاء المكتب الخاص في فترة حروب نابليون ضد روسيا. بعد الثورة الروسية عام 1917 جرت عملية إعادة هيكلة للجهاز، وفي عام 1942 بات اسمه المخابرات العسكرية. وعندما كانت الحرب العالمية الثانية في أوجها، كانت مهمته جمع المعلومات في الخارج عن ألمانيا وحلفائها. وخلال فترة الحرب الباردة كان من أبرز نجاحاته اختراق برنامج القنبلة الذرية البريطانية، وإضافة إلى امتلاكه شبكة من العملاء، لديه وحدة عمليات خاصة تقوم بعمليات الاستطلاع والمهام الأمنية. في الحقبة السوفيتية نشطت هذه الوحدة في مناطق الصراع حول العالم، وكانت الوحدة رأس الحربة في اجتياح روسيا لأفغانستان عام 1979. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي انقسم KGB، وهو المنافس الأكبر للمخابرات العسكرية، إلى جهاز الأمن الفيدرالي الذي كان يرأسه الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، والمخابرات الخارجية. وفي المقابل بقيت المخابرات العسكرية كيانا واحدة. ويصف تقرير للكونغرس الأمريكي الجهاز بأنه منظمة كبيرة واسعة الانتشار وقوية، لكن المعلومات المتاحة عن حجمه وعملياته شحيحة للغاية. ويأتي موقع وزارة الدفاع الروسية على ذكر الجهاز بشكل عابر، ويقولون دوره هو جمع المعلومات الأمنية في الخارج، لكن ليس له موقع منفصل. وحسب موقع الوزارة، فإن مهمة الجهاز هي التأكد من أن الظروف ملائمة للتطبيق الناجح للسياسة الدفاعية والأمنية للاتحاد الروسي، وإمداد المسؤولين بالمعلومات المطلوبة لاتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والدفاعية والعلمية والتقنية والبيئية.
أما الولايات المتحدة فهي مشهورة بوكالة الاستخبارات المركزية CIA، إلا أنها وكالة من بين 17 جهازا للمخابرات في الولايات المتحدة. فهناك المخابرات الوطنية التي أنشئت عقب هجمات 11 من سبتمبر من عام 2001، وتعمل على تنسيق عملية جمع المعلومات الاستخبارية وتبادلها بين وكالات الاستخبارات الأمريكية. وهناك وكالة الأمن القومي، وهي الأكبر وربما الأكثر تطورا من الناحية التكنولوجية بين جميع وكالات الاستخبارات. وتركز هذه الوكالة التي تأسست عام 1952 على ما يسمى باستخبارات الإشارات، وهي مراقبة وجمع ومعالجة الاتصالات والمعلومات الإلكترونية الأخرى وفك الرموز السرية، كما أنها تحمي أنظمة المعلومات الأمريكية من الاختراق الخارجي. وتشرف وكالة الأمن القومي على برامج المراقبة الجماعية الأخرى التي كشف عنها إدوارد سنودن في عام 2013. هناك أيضا وكالة استخبارات الدفاع، وتعد هذه الوكالة التي تأسست عام 1961 هي وكالة التجسس الكبرى التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، وهي الكيان الرئيسي المسؤول عن جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية عن الجيوش الأجنبية بدعم من مكاتب المخابرات في جميع الفروع الأخرى في الجيش الأمريكي. هناك أيضا وكالات استخباراتية تعمل داخل الولايات المتحدة في مهام مكافحة الإرهاب والتجسس، وأيضا مراقبة الحدود ومواجهة تهريب المخدرات. وتعمل وكالات استخباراتية متخصصة داخل الولايات المتحدة في مهام لا تحصى، تشمل مراقبة مخابئ الأسلحة وأنشطة التسلح حول العالم، ومراقبة حركة الأموال وصولا للتنبؤ بالكوارث الطبيعية. عمليات سرية تجري داخل أروقة لا يعلم عنها العالم شيئا، لكنها وفق وصف البعض تتحكم في الكثير من الخيوط وتلعب دورا حاسما في الكثير من الأحداث، لكن دون أن تظهر في الصورة.